بين باحث عن تعزيز الرصيد في الصدارة وآخر يصارع من أجل تفادي السقوط. سقوط أصاب اتحاد بالعباس الذي غرق في مؤخرة الترتيب بتعثره أمام الرائد اتحاد الجزائر الذي حقق المهم في مباراة وجد فيها دعما جماهيريا كبيرا. ينطلق اللقاء وتبدأ معه الحسابات، حسابات أراد أن يحسمها لصالحه اتحاد العاصمة مبكرا بالضغط على المنافس منذ الدقائق الأولى باحثا عن هدف السبق بكرات ثابتة. وأول كرة خطيرة جاءت من بن خماسة والحارس خضيرية تألق في بعد الخطر، لتأتي الدقيقة 23 بالنبأ السعيد للأنصار بهدف مزيان الذي اخترق دفاع بالعباس، سدد وسجل الهدف الأول. ضغط أبناء سوسترة تواصل بمحاولات أخرى، بالمقابل الضيوف حاولوا في مرتين التسجيل لكن براعة الحارس منصوري لم تمكن الكرة من زيارة شباكه، لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم أصحاب الأرض بهدف لصفر. الحوار الكروي تواصل بين الفريقين في الشوط الثاني، أداء متكافئ في فرص التسجيل من الجانبين بأفضلية للاتحاد الذي كان بإمكانه إضافة الهدف الثاني بعد منح الحكم ضربة جزاء. فشل بن يحيى في إسكان الكرة الشباك لتعلن بعد ذلك صفارة الحكم بهلول نهاية اللقاء، وفوز مهم لرفقاء شافعي رفع رصيدهم إلى 44 نقطة في الصدارة. الحمد لله يا ربي غراسا لي سيبورت اللي نقدر نقول لك بلي لي ماتش تاع بلوغ هما اللي راهم يجيبوا فيهم ماشي حنايا. ان شاء الله احنا لازم لنا نجيبوا فيكتوار على برا باش نبينوا لهم بلي تاعنا نستاهلوها ان شاء الله. شكرا كاع لي جوار والانصار اللي عاونونا بزاف اللي داروا فينا كونفيونس ورجعوا لنا الهبه تاعنا. المباراه ما كانت سهله وان واجهنا فريق ماشي سهل اتحاد بالعباس، جرينا بيان كوم الفو الحمد لله. نتيجه